زي ما قلنا ان احنا بقالنا 3 ايام في انتخابات، مشهد ايجابي جدا عايزين نتكلم عنه النهارده وقراءتنا لهذا المشهد، وازاي تفاعلنا وتفاعلنا كمان بره. يعني هيكون النهارده قراءه كده مفصله لهذا المشهد مع استاذ يوسف الورداني معاون وزير الشباب. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير. صباح يا فندم منورنا. هبدأ معاك يعني في رؤيه عامه، شفت ازاي المشهد بعد انتهائه؟ الحقيقه المشهد الانتخابي كان مشهد متميز للغايه. يعني الحكومه ادارت الامر باحترافيه كامله، شفافيه مقاطعه النظير، بتوافق تام مع روح القانون. فالحقيقه المشهد كان يعني تقدر تقول عرس للديمقراطيه. عندنا اكتر من مشهد كان لافت للنظر، مشهد اصطحاب الامهات لابنائها والاطفال، فده رساله على تعليم القيم الديمقراطيه بصوره مبكره. واعتقد ان الدرس ده درس مهم جدا ومفروض نقف عنده. الدرس الثاني هو الدرس الخاص بمشاركه كبار السن اللي ظروفهم صعبه جدا، يعني اللي عنده 101 سنه، المعمله اللي عندها فوق 80 سنه. فده رساله. كانت قاعده في المستشفى شهر ما تتحركش، ودوها بمحموله على الترولي عشان تدي بصوتها. ما هي في الاهرام دي بقى عظمه الشعب المصري، يعني في رسائل كده ما تلاقيهاش غير في مصر. عندها كسر في الفخذ، ويعني كانت حالتها المرضيه صعبه. فالرساله دي رساله مختلفه جدا. كمان دور المراه يا دكتور. لا دور المراه اتكلم عليه لوحده، دور المراه دور تاريخي يعني. دور المراه. لكن حضرتك بترى قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات مد فتره التصويت لساعه كامله، وخصوصا امبارح كان بصراحه صعب جدا يعني ظروف العاصفه الترابيه اللي حصلت. الحقيقه ده يعني انت عارفه بيتوافق عامه مع روح الشعب المصري، الرغبه في التصويت في اللحظات الاخيره، الرغبه في ابداء الراي الوطني. انا اعتقد ان هو كان قرار صائب جدا، وده بان كمان في ارتفاع عدد المصوتين في اللحظات الاخيره. يعني حضرتك هتلاحظي اخر 3 4 ساعات عدد المصوتين كان مرتفع جدا، خاصه في القرى وفي بعض الاحياء الشعبيه. فده بيدي فرصه للمترددين ان هم يحسموا قرارهم وينزلوا يصوتوا. بيدي فرصه للشباب اللي هو قد يكون شايف انه لازم ينزل، فان هو ينزل. صحيح. فرسالة ايجابيه. او من بتوع اللحظات الاخيره زي حالتنا خير. لظروف الشغل ولظروف الحياه. وامبارح حقيقي كان الجو صعب جدا، يعني لما نخلص الدوام هنا الساعه 5 6 هنلحق نروح ازاي؟ فلا يعني هو قرار صائب. طيب بما ان حضرتك بتتكلم على فكره انه في ايجابيه في الادوار اللي حصلت، اذا كان دور المراه اذا كان كبار السن، كمان عايزين نتكلم على المنظمات الدوليه اللي تبعت خلال هذا المشهد المشهد بطريقه مختلفه. راي حضرتك ايه وهيوصلوا ايه للعالم؟ الحقيقه متابعه المنظمات الدوليه كانت برضو متابعه لافته. يعني المنظمات الدوليه ما لقتش اي خروقات او اي انتهاكات في العمليه الانتخابيه. اشادت باجواء الشفافيه والدور اللي قامت بيه الهيئه العامه للاستعلامات في اتاحه كافه سبل التواصل ليهم في اثناء زياره اللجان، في التواصل مع المواطنين، في ابداء ملاحظاتهم. اعتقد الرساله اللي واصله للعالم ان مصر بتختلف هذه الايام، ان هناك يعني جزء من توطيد اركان الديمقراطيه في مصر. يعني بعد احنا ما عملنا دستور وانتخابات مجلس النواب، بتيجي الانتخابات الثانيه في النظام الجديد بعد 30 يونيو لتؤكد المعاني دي، معاني ان الدوله المصريه استعادت هيبتها. صحيح. ان هناك اتجاه نحو الديمقراطيه. ان نسب المشاركه مرضيه للغايه. من واقع المؤشرات الاوليه. ان الدوله ادارت الامر باحترافيه. ان جميع عناصر المنظومه كانت متواجده في توافق تام مع الدستور ومع القانون. فاعتقد ان اداء المنظمات الدوليه والسماح ليها ان هي بتمارس هذه الادوار، ده رساله على ان مصر ما عندهاش اي حاجه تقدر تخبيها عن العالم. كل اللي عندنا بنكشفه للعالم، لان احنا اصبحنا في العالم قريه صغيره، يعني كل الناس شايفه الحاجه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت. فاعتقد دي رساله ايجابيه، واعتقد ان هي هتسهم في تحسين صوره مصر الفتره القادمه، خاصه ان هو بيتوازى معاها يعني الاعلان بقى عن خطط جديده للمرحله الجايه، سواء في تمكين الشباب وتاهيلهم. واعتقد ان انتخابات 2020 في مجلس النواب او انتخابات الرئاسه 2022 هتبقى صوره مختلفه، وهتوطد بصوره كبيره الاتجاه اللي انا بتكلم عليه، ان مصر اتحركت للامام في كل حاجه، في المشاركه السياسيه، في التنميه، في مكافحه الارهاب، في استكمال خريطه التنميه وبناء يعني خريطه جديده لمصر. طيب وانا عايز اعرف ليه تحديدا حضرتك انه ده هيحصل، وقياسا على ايه اللي شفته هيقول انه هيحصل هذه التغيرات، سواء ما يتعلق بتمكين الشباب او تغيير في المخططات المتعلقه بالشباب وكده. وهنتكلم في نقطه الشباب تحديدا والانتخابات، بس اسمح لي ان انا اروح فاصل، بعد فاصل نرجع نكمل مع الدكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم عرف عن الحياة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه معانا الدكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب. وزي ما شفنا حضراتكم دي مشاهد متنوعه، كان في اجواء كرنفاليه واحتفاليه، مشهد متنوع شفنا فيه الكبير والصغير وكده، لكنه تحديدا في نقطه الشباب وحضرتك معاون لوزير الشباب، هل انت شايف او تقدر تقول انه المشاركه المره دي مقارنه مثلا بالانتخابات الماضيه كانت قويه ولا لا؟ لا، المشاركة المرة دي طبعا كانت أقوى من المرة اللي فاتت. يعني المرة اللي فاتت القرار الإلكتروني بتاع وزارة الاتصالات قال إن نسب المشاركة في بعض اللجان حوالي 27%. من واقع استطلاعات الرأي ومن واقع بعض غرف العمليات اللي مديريات شباب ورياضة عملتها في بعض المحافظات، لا النسبة بتزيد عن كده بكتير. فمشاركة الشباب احنا بنعتبرها مرضية، لكن في كذا ملاحظة على مشاركة الشباب. الملاحظة الأولى مشاركة الفتيات مرتفعة جدا يعني مقارنة بالذكور، فدي ملاحظة مهمة. ماشيه كمان مع مشاركه المراه في الحياه السياسيه المصريه اللي ليها مؤشرات الفتره اللي فاتت، وفتيات في الصعيد كمان امبارح شفت بالذات في الصعيد المحافظات الحدوديه. ده جديد برضه. الملاحظه الثانيه انه ثبت كده بالدليل القاطع، يعني زي في ادعاءات الجماعات المتطرفه عن عزوف الشباب، ان معظم اللجان كان فيها شباب وفيها من جيل الوسط اللي هو كان من 35 ل 45، ودي كانت فيها اكثر اقبالا في شريحه الشباب. فدي الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه انه معظم اللي بيتقال عن مشاركة شباب انطباعات أولية من واقع نسب المشاركة اللي انت بتشوفها. يعني احنا بإذن الله يعني ممكن في الفترات القادمة يبقى في اكزيت بول، يعني على كل لجنة انت بتعمل عينة إحصائية لعدد مشاركة الشباب استطلاعات الخروج. فأعتقد ده هيدينا مؤشر أفضل على مشاركة الشباب. ما عندناش أو عندنا شيء مثلا احنا بدأنا بيه في وزارة الشباب، لكن لسه جود عايزة تتطور. لكن في جميع دول العالم ما فيش أي لجنة عامة للانتخابات بتعلن عن مشاركة فئات نوعية. يعني ودي ملاحظة مهمة، عشان لما حد يطلع يقول اصل انتوا ما اعلنتوش على نسب مشاركة شباب او نسب مشاركة المرأة او كبار السن، ده ما بيحصلش في اي دولة. اللي بيحصل هو استطلاعات رأي بتقوم بيها شركات متخصصة في الرأي العام، هي اللي بتعمل الجهد ده، وده جهد علمي منظم. فمشاركة الشباب احنا بنعتبرها مرضية للغاية، واعتقد ان هي بس هو في حاجة معلش تفضلت في النقطة دي، المقارنة احيانا بالنماذج الغربية، هم وصلوا لمرحلة خلينا نقول بنعترف ان هي اكثر تقدموا منا فيما يتعلق بالعمليه الانتخابيه، يعني ما عادش يعني الاحصاء، يعني ما عادش في عندنا النبره بتاعت مين شارك من شباب ولا كبار سن ولا كده، يمكن بتستخدم اكتر بشكل بيانات لخدمه المرشحين. لا هو لا، اللي بيستخدمها في مصر التيارات المتطرفه يعني هي اللي بتحاول توحي ان مصر دوله عواجيز، وده خطا. لكن ما فيش في العالم ده، ما بيحصلش. تاني حاجة، كل دولة ليها ثقافتها الانتخابية وثقافتها الديمقراطية. انت ما ينفعش تقارن دولة لسه ماضية في العملية الديمقراطية بصورة مبكرة بدولة بقى لها 200 سنة او 300 سنة او حتى في بريطانيا من ساعة الماجنا كارتا، يعني في 1648. يعني انت بتتكلم على تقاليد ديمقراطية راسخة، احنا بنتكلم على عملية ديمقراطية ناشئة، وعملية ديمقراطية احنا عايزين تمشي بالسرعة المناسبة، لكن برضو ما تتعصرش. فبالتالي لما احنا بنتكلم على يعني مشاهد بسيطة، مشاهد ان الطفل الصغير رايح اللجنة، ده حاجة كويسة. مشاهد ان انت بدأت تعد الشباب دلوقتي لانتخابات المحليات من سن 21 سنة ل 35. مشاهد ان انتخابات مجلس ادارة مراكز الشباب اللي هي نص عدد المقاعد للشباب بدأت من 21 سنة. كل ده معناه ايه؟ معناه ان الفترة اللي جاية هيبقى عندنا مرشح شاب لمجلس النواب، ومرشح شاب لرئاسة الجمهورية في 2022 او حتى 2026، لان انت بدأت تعد الشباب من سن مبكر. فلما بعد الشباب من سن مبكر ده بيخلق لنا وزراء شباب ومحافظين شباب ومناصب تنفيذية مختلفة. بس في نقطة هنا معلش لو سمحتي لي برضو أميرة،
يعني وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول انه عدد الشباب في مصر من سن 18 لسن 29 تقريبا 23% من نسبة 24% 24 وكسور 24% تقريبا، و بترتفع تصل الى اكثر من 50-60% في العدد لو دخلنا لغايه سن 40 و45 سنه. وهم تقريبا الفئه الاولى اللي ذكرتها اكثر من 21 او ما يقرب 22 مليون. هل احنا هنصرف في الانتخابات اصلا لهذا الرقم؟ ممكن، لكن حجم شباب كبير في مصر يعني، وبالتالي بشكل او باخر لا تعتبر نسبه المشاركه ليست بالكبيره. لا انت ما بتحسبهاش كده. انت بتحسب اول حاجه نسب المشاركه، المشاركه الاجمالي الناس اللي صوتوا ده في اي دوله في العالم. يعني ما ينفعش احسب نسب مشاركه الشباب مثلا او مثلا 40% لل 100% اللي هي الكتله الناخبه اللي هي 59 مليون. انا اللي طلع كام مليون مثلا؟ لو طلع 40 مليون وطلع من الشباب 40% فدي نسبه كبيره. تاني حاجه، ان زياده نسب المشاركه الانتخابيه بصوره عامه تعني بالطبيعه زياده نسب مشاركه الشباب، لان الشباب هو الهيكل الرئيسي في الكتله الناخبه. صحيح. فده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الشباب دي اكتر من وسيله للمشاركه. هو احنا بس ليه بنحصر المشاركه في الشاب اللي راح صوت بصوته؟ ده في شاب نظم، وفي شاب ادار حمله انتخابيه، صحيح، وفي شاب قدم جميع التسهيلات، وفي شباب يعني. وانا راكب امبارح بسوق تاكسي قال لي ما انا قمت بدوري، ما انا قاعد بنقل المرشحين وبنقل الناخبين، فانا بعمل دوري وبروح اصوت. فمشاركه الشباب مش بس في التصويت، مشاركه الشباب في العمليه الانتخابيه كلها، من بدءا من بدايتها. الشاب اللي راح وابطل صوته يعني. حتى اللي ابطل صوته، هو الفكره هو ابطل صوته في اطار النظام القائم. يعني احنا فكره ان الشاب يروح يشارك في الانتخابات دي حاجه عظيمه جدا. الشباب اللي ما بيخرجش لاسباب كبيره جدا، ان نسب المشاركه الانتخابيه في مصر يعني بدا من نظام عبد الناصر حتى الان هي ما فيش تقليد مرتفع لنسبه المشاركه. يعني ما عندناش نسبه مشاركه مثلا زي 66% في انتخابات ماكرون، ما عندناش زي 67% زي انتخابات بوتين، لان الانتخابات دي في تقاليد هناك في الدول دي بدا من فتره كبيره جدا. لكن انا توقعي ان احنا مع المضي في الوقت هنلاقي نسب المشاركه الانتخابيه مرتفعه، هنلاقي ان نسب مشاركه الفئات كلها مرتفعه. اللي حاصل في مصر في الفتره الاخيره يعني، ده النقطه انا عايز اكد عليها، يعني لما احنا نبص على مواقع التواصل الاجتماعي وبلاقي ناس بتتريق على المراه المصريه او بتتريق على الشباب، هو الهدف ايه؟ الهدف خلق استقطاب جديد في مصر، استقطاب نوعي على اساس الجنس بين الرجل وبين الست، استقطاب على اساس السن بين الشباب وبين الاكبر سنا. المفروض احنا ما ننسقش لده. المشاركه، مشاركه الشباب او مشاركه المراه، هي جزء من المشاركه العامه للناخبين في مصر. وما نحاولش ان احنا يعني نسيب كل اللي حصل ده كله ونبص المشهد حد مبسوط او سعيد وبيعبر عن تجربته بشكل او باخر. يعني عايزين نسلط الضوء على الايجابيات اكتر من السلبيات. لا هو ولكن هو ده، لا هو ده كمان، لا هو ده ايجابيه طبعا. انت الفكره ايه؟ انت عملتي الانتخابات خليتيها ان هي كرنفال او حاجه مبهجه. صحيح. في معظم دول العالم الانتخابات حاجه كئيبه. يعني انت دلوقتي لما بتشوفي ناس بترقص وناس بتغني وناس بتسمع موسيقى وناس مشغله الاغاني الوطنيه، ده بتعملي حاله من التعبئه الوطنيه. صحيح. المطلوبه في فترات التحول. صحيح. فدي حاجه ايجابيه. كمان من الحاجات الايجابيه فكره انه نقل الكبار السن على حسب رغباتهم عن طريق سيارات الشرطه والاسعاف. هيك شايف المشهد ده ازاي؟ ده مشهد تلاحم، ده مشهد تلاحم مستمر. يعني اجهزه الجيش والشرطه في تلاحم مستمر مع المواطنين، ده باين في ثوره 25 يناير، باين في 30 يونيو، باين في جميع المناسبات الوطنيه. الجيش والشرطه بيقدموا درس رائع في التضحيه، ليس فقط على جبهات القتال في سيناء او في تصدي الارهابيين، لكن كمان في مسانده الاكبر سنا ان هم يادوا حقهم الانتخابي. وهتلاقي بقى من المشاهد الملفته جدا ان ده امتد كمان لاجيال الاكبر الاصغر سنا، لما بنلاقي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شباب عايز بيتصور جنب الجنود، شباب بيتصور جنب القاضي، شباب بيتصور جنب عناصر الشرطه. ده رساله ذهنيه مختلفه. الرساله بتقول ايه؟ بتقول ان دي عناصر شعب واحد، مهما حاول اي حد ان هو يعمل نوع من العزله او نوع من التفرقه فلازم هيفشل. لكن بعض المتربصين بقى بالوضع وبالمشهد يقول لك ده سيناريو يعني متنظم بشكل ما، مع ان يعني اكيد يعني مش كل الناس اللي موجوده دي عارفين بعض يعني ومتفقين على ده. يعني بصي، في اي عمليه انتخابيه لازم يطلع ناس تشكك في اي عمليه انتخابيه، لان في زي ما في ناس متفائلين في ناس دعاة تشاؤم ودعاة احباط، وفي ناس لهم اجندات سياسيه معينه،
وفي ناس يعني بيخدموا اهداف اقليميه واهداف دوليه، هدفهم اثبات ان الدوله المصريه ما استعدتش قوتها، هدفهم ان هم يبصوا في نص الكوبايه الفاضي. لكن الفكره انت ما تبص الكوبايه صغيره لكن كلها مليانه، انا ده رايي الشخصي يعني حتى في الحياه. فلا دي مش مشاهد، ده مصنوعه، لان مشاهد مصنوعه مش هتقدري تعمميها على كل البلد. صحيح. انت لو بتيجي تعمل مشهد مصنوع بيعملوا ايه؟ في ثلاث او اربع اماكن، ده لو دوله يعني دوله استبداديه او دوله مش ديمقراطيه. لكن انا الاقي ده مثلا في عدد كبير جدا من اللجان، وفي عدد كتير جدا من مواقع التواصل الاجتماعي، كمان بيبان حتى الشخص وهو بيضحك وهو بيتصور وهو بيرقص بجد. عمرك ما تقدري تعملي مشهد مصنوع في دوله كبيره بحكم مصر، ومش مطلوب، واعتقدش ان اي نظام سياسي يعمل كده بالتاكيد. طب ده يمكن خيار متطرف، او خلينا نقول اللي هم مغيبين بشكل او باخر، لان الصوره نقلت عكس ده، وفي الاخر راحوا دول نسبه بشكل او باخر من المجتمع المصري لازم تحترم. لكنه في خيار اقل تطرفا من ده، يعني هناك شباب، واحنا قرانا يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك شباب رفضوا يشارك في العمليه الانتخابيه بشكل او باخر، وليس محسوبا على التيار الاسلامي او المتشددين، وكان ليهم راي في عدم المشاركه. دول بتقراهم ازاي؟ هو ده حق طبيعي للشاب. هو احنا ليه بنبص لمصر ان هي دوله منعزله عن العالم؟ لو بصينا مثلا في انتخابات فرنسا الاخيره، سجلت اعلى نسبه امتناع عن التصويت في تاريخ فرنسا كلها. يعني حوالي 25%، 1/10 ما شاركوش. نفس الفكره في انتخابات روسيا، نفس الفكره في انتخابات بريطانيا. ففي شباب غير راضي على العمليه السياسيه، وفي شباب مش مهتم اصلا بالسياسه، يعني اهتماماته الثقافه، اهتماماته الفن، اهتماماته الرياضه. فلو انت بتبص على مشاركه الشباب، لا بص على مشاركه الشباب بمنظور اوسع. يعني عندنا مثلا مشاركه الشباب الرياضيين، عندنا محمد صلاح ايقونه مصريه زي نجيب محفوظ وزي الفائزين بجائزه نوبل. عندنا بطولات فرديه في الالعاب الفرديه اللي هي زي الاسكواش والتايكوندو والكاراتيه. عندنا فرق فنيه الرئيس اشاد بيها في اكتر من مناسبه، زي فرقه النور والامل، زي العرض المسرحي اللي اتقدم مع قصاد الامير محمد بن سلمان. عندنا شباب بيشارك في مسابقه ابداع. عندنا شباب كتير جدا في الكرة بيشارك في دوري مراكز الشباب. يعني ما نحتمش او ما نحاولش ان احنا نحتم فكرتنا انه المشاركه بس لمجرد التصويت. لا، المشاركه العامه يعني ايه مشاركه؟ يعني الاهتمام بكافه قضايا الشان العام. قضايا الشأن العام جزء منها سياسي، جزء اقتصادي، جزء اجتماعي. لما انت بتيجي تعمل دوره رياضيه او تيجي تعمل استاد، هو مين الموجودين؟ ما موجودين معظمهم شباب. صحيح. فالفكره لازم نبص زاويه المشاركه بصوره اكبر. المشاركه العامه في مصر انا رايي ان هي في تزايد. هتلاقي جمعيات اهليه كتيره جدا شباب، وشباب متطوعين، الشباب اللي بيتطوع لتنظيم المؤتمرات القوميه. كمان الشباب اللي بيبني العاصمه الاداريه الجديده، هو في يعني مع كامل احترامي طبعا لكبار السن، هو في واحد عنده 60 سنه هيطلع على القصعة يبني حاجه؟ طبعا ما هو كل الشباب اللي في المشروعات القوميه كلهم ناس صغيره. صحيح. فدول لازم نبص لهم. لكن احنا لو هنحصر نفسنا بس على شباب الطبقه الوسطى المثقفين المتعلمين، او الشباب اللي هو بس على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى احنا مش فاهمين مصر الحقيقيه. مصر الحقيقيه اكبر من كده. مصر الحقيقيه في الكرة، مصر الحقيقيه في النجوع، مصر الحقيقيه في شاب عايز يعمل حلمه. طب عايزه بس سريعا، لانه في كده موضوع يعني شاغلني، فكره الغرامه اللي هتتم تطبيقها للممتنعين او اللي ما قدروش يروحوا، هل فعلا ده هيحصل؟ وكيفيه التعامل ازاي هيكون؟ يعني ده طبعا شافها بصوره سلبيه، خلينا نقول برضه، والبعض شافها بصوره سلبيه الصراحه. ده امر منوط باللجنه العليا طبعا، اللي بيها دايما بيبقى. لكن خلينا نتكلم يعني بالعقل. اول حاجه، الغرامه دي مطبقه في عدد من دول العالم. يعني مصر مش استثناء في تطبيق الغرامه. وهيتم ازاي يعني الناس تاخد الفلوس دي ازاي، او الحكومه هتبقى يعني هنعرف ازاي ان ده فعلا عليه او ما؟ طب خلينا اقول لك، هو يعني بس الفلسفه بتاعت ده، الفلسفه بتاعت ده ان اول حاجه مصر مش استثناء عن دول العالم، في دول كتيره بتعمل كده. الحاجه الثانيه، ان شخص تغيب بدون عذر، يعني ممكن يروح يبطل صوته، ما هو في النهايه ده جزء من ان هو عنده يعني يعني تخوفات معينه او عنده رؤى معينه للمرشحين، سواء في انتخابات برلمانيه او في انتخابات رئاسيه. دي الحاجه الثانيه. الدول لما بتيجي تطبقها بتعمل ايه؟ الدول بتحط ده على تجديد الرخصه، على تجديد الرقم القومي، فبتربط الخدمات بسداد الغرامه. انا رايي اي حد ما عندوش عذر هو ليه ما بيشاركش؟ ده هو انت بتشارك في مستقبل وطنك، البلد دي بتاعتك. بدي لما بتشارك فيها انت بتشارك عشان ان انت عايز تنميها، بتشارك عشان تبقى جزء من محاسبه الرئيس القادم. هو انا اقدر ازاي احاسب رئيس وانا مشاركش في انتخابه؟ سواء او لا. لكن اقدر اقول لا، انا رافض للرئيس القادم، او انا مؤيد للرئيس القادم، انا ممتنع عن التصويت للرئيس القادم. ففي طبعا بعض التخوفات، لان التخوفات دي ناتجه من ثقافه عدم احترام القانون. المفروض ان احنا بنحترم القانون، القانون المفروض يطبق على كل الناس.
ده رايي. بس اعلان دوقتها احيانا هو ده اللي دايما بيثير الجدل، ومش عارف شاب متمرد بطبعه، فاحيانا بيقول انتوا هتفرضوا علينا. طب احنا مش يعني احيانا لما تاتي ببعض الرسائل العكسيه، خلينا نقول بص يعني هو طبعا الماده دي موجوده في القانون من زمان. احنا المفروض نقرا قوانين. يعني هو على سبيل المثال مش في قوانين مرور غرامه؟ ما هو نص الناس معترض عليه، يقول لك انا ليه ادفع ويا واحد عايز يدفع يعني فلوس من جيبه، وناس عايز تخفض الغرامه اللي عليه. الثقافه دي المفروض تتغير، القانون المفروض يطبق على كل الناس. القانون ده لو انا شاركت بقى في صياغته، وشاركت في مناقشته، وشاركت ان انا اجيب النائب اللي هو بيعمله في مجلس النواب بصوره كبيره، مش هبقى معترض. فالعمليه كلها انت لازم تبص لها في صوره متكامله وفي صوره حقيقيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب. زي ما قلنا اكيد تجربه ليها ايجابيات، قد يكون ايضا ليها بعض الجوانب اللي محتاجين نركز عليها ونشوفها ونعتبرها سلبيه. يعني احنا في مرحله تحول، بالتاكيد دائما ما هناك فرصه للتعلم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف. نروح معاكم الفاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم لسه الحديث عن المشهد الاهم في هذه الفتره، مشهد الانتخابات الرئاسيه ومستقبل مصر القادم، بعد الفاصل.